التقاط خاصه لقناه سي بي سي، التقطتها كاميرات سي بي سي، والتقطها ايضا مراسلون هناك في الاسكندريه لبعض العناصر اللي كانت بتحمل بعض الاسلحه خلال الوقفات الاحتجاجيه او مسيرات اليوم. هنعرف تفاصيل اكتر من خلال هذه المداخله الهاتفيه لسياده اللواء امين عز الدين مدير امن الاسكندريه. سياده اللواء اهلا بحضرتك. سياده اللواء امين عز الدين اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. احنا شايفين اللقطات على الشاشه من بعض الاسلحه والذخائر طبعا محرزه عن طريق اجهزه الامن ورجال الداخليه من خلال احداث اليوم. يا ريت حضرتك تعقب على ما نراه الان وتقول لنا تفاصيل اكتر عن تعامل اجهزه الامن في الاسكندريه مع الاحداث اليوم. هو طبعا حضرتك زي ما انت عارف ان هو حاليا دلوقتي هدوء الحال على المستوى العام بالنسبه لمدينه الاسكندريه. الامور مطمئنه، قوات الامن بالاشتراك مع القوات المسلحه الحمد لله بتمر في كافه المناطق، مفيش اي حاجه تعكر استقبال العام. انما هي المسيرات اللي كانت عقبت عقب صلاه الجمعه النهارده من مسجد سيدي بشر واتجمعوا في طريق الكورنيش، قاموا بقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامه والخاصه، وحصلت مناوشات واشتباكات وتراشق بالحجاره بينهم وبين الاهالي. المجموعات القريبه من قوات الامن والقوات المسلحه انتقلت على الفور وتم الفصل والتفرقه وظبطنا حوالي 55 متهم، وبعض المضبوطات الجزء منها اللي حضرتك شايفه الاسلحه الناريه وطلقات الخرطوش والنبل والبلي والمسقاط والشعارات المسيئه، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه حاليا وعرضهم على النيابه. عددهم حضرتك، عفوا سياده اللواء، نؤكد العدد اللي تم القبض عليه اللي كانت بحوزته هذه الاسلحه والذخائر، كم شخص او كم فرد تم القبض عليه؟ ضبط حوالي 55 متهم من ضمنهم مجموعه من المتهمين اللي كان معاها الاسلحه، ده جزء من اللي حضرتك شايفه دلوقتي على الشاشه، وبرضه في عربيه اللي هي كان عليها المكبرات الصوت والمكنات والمنشورات اللي هم بيوزعوها اثناء السير، وطبعا عمليه تعطيل المواصلات والحركه العامه بتاعت المواطنين في هذه الفتره. انما الحمد لله دلوقتي هدوء الحاله على المستوى العام. يعني نشكر حضرتك لمتابعه الابعاد الامنيه في الاسكندريه وتفاصيل عن عمليات القبض على بعض العناصر اللي كانت بتحمل او كانت بحوزتها اسلحه وذخائر حسب المشاهد الموجوده امامنا على الشاشه الان من المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول او بعض المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في الاسكندريه.